غرقت في الكنبة وساحت وقالها هما اللي قتلوها. أيوة غرقت في الكنبة، وهي مش بس حاجة غريبة، هي كمان حالة مأساوية. اعمل سبسكرايب وهفهمك الحكاية اللي ورا الجملة دي في صوت السرداب على رؤية مصر. هي اللي كانت عايزة تقعد على الكنبة طول السنين دي. دي الجملة اللي كانت حجة كلاي وشايلة فليتشر أبو أم ليسي فليتشر لما اتقبض عليهم بتهمة قتل بنتهم. ليسي فليتشر ماتت وعمرها 36 سنة في أمريكا بسبب إصابتها بتعفن في الدم. ليسي كانت اتشخصت بمرض توحد لدرجة من متلازمة أسبرجر، وهي عبارة عن حالة المريض فيها ما بيقدرش يتواصل مع اللي حواليه لأنه بيبقى شبه صاحي لكن عينيه بس هي المفتوحة، لكنه ما بيقدرش يحرك أي شيء تاني في جسمه كأنه مشلول. وكانت وقتها في الصف التاسع يعني مرحلة المراهقة، وكانت بتتعلم في البيت. بعدها اتشخصت بالمرض ده وأهلها كانوا بيتابعوا مع دكتور، لكن سنة 2010 أهل ليسي راحوا لعيادة الدكتور من غيرها وقالوا له إنها مش عايزة تخرج برا البيت، وإن ده زاد زيادة عن اللزوم لدرجة إنها ما بقتش عايزة تتحرك من على الكنبة. والدكاترة فضلوا ينصحوا أهلها إنهم لازم يودوها المستشفى، لكن هما ما عملوش ده. الغريب أكتر إن أم ليسي أساسا كانت أكتر حد يقدر يساعدها، لأنها كانت شغالة تبع مؤسسات تقدر تساعد بنتها، فكانت شرطية وكمان كانت كاتبة في محكمة في مدينة بيكر، ده غير إنها كانت عضو في مجلس شيوخ سلوتر. ده غير باباها بقى كلاي فليتشر 65 سنة كان ضابط في منظمة باتون روج غير الربحية خلال الحرب الأهلية وفقا للملفات، واللي عبارة عن منظمة مهمتها تثقيف وتشجيع التقدير للتضحيات اللي اتقدمت خلال الحرب، فعمالين يهتموا في الناس اللي برا وكل ده سايبين بنتهم جوه في البيت. والنتيجة كانت إن في يوم 3 يناير 2022 في مدينة لويزيانا مركز الشرطة جاله الساعة 2 الفجر مكالمة من شيلا فليتشر بلغت وقالت إن بنتها ما بتتنفس، وبعتوا حد من نواب الشرطة للبيت عشان يلاقوا منظر الشرطة نفسها ما تستحملوش. لقوا جثة ليسي نصها عريان ونايمة على كنبة محفورة مكان نومتها، وحسب كلام المحققين إن ليسي كانت متغطية بالبول والبروز والديدان ولدغات الحشرات، وكان وزنها 43 كيلو وكانت بتعاني من تقرحات شديدة في جسمها لدرجة إنها وصلت للعظم، وكمان كانت إيجابية لكوفيد 19 وجلدها كان سايح ولازق في الكنبة لدرجة إنهم عشان يشيلوها اضطروا يشيلوا جزء من الكنبة. الغريب إنها مش بس ما كانتش بتتحرك من مكانها ورفيعة، ده كمان كانت وصلت لمرحلة إنها بتاكل في سفنج الكنبة لأنهم لقوا في معدتها بقايا سفنج. المنظر كان صعب لدرجة إن عمدة المدينة جيفري ترافيس قال أنا اشتغلت عمدة لمدة 6 سنين وحصلت لي حاجات كتيرة جدا في فلزيانا، لكن المشهد ده كان الأسوأ على الإطلاق. ده غير إن الطبيب الشرعي كمان قال إنه ما قدرش ياكل حاجة لمدة أسبوع بعد ما شاف مشهد ليسي من كتر ما كان المنظر صعب. ليسي فضلت كده لمدة 12 سنة من أول ما بقى عندها 24 سنة تقريبا، وأهلها أهملوها وكانوا بيسيبوها في البيت لوحدها، وفي السنين الأخيرة ما كانوش بيعملوا حاجة غير إنهم يرموا لها أكل على الكنبة ويمشوا ويسيبوها. ولما تسألوا إنه مستحيل يكون ده جسم حد روح لدكاترة لمدة 20 سنة فقالوا آه، بس عشان هي ما كانتش عايزة تروح في حتة وإحنا كنا متابعينها وهي كانت كويسة، ومعرفش كلمة كويسة هنا مقصود بيها إيه الحقيقة، لأن حسب وصف الطبيب الشرعي اللي لسه قايلينه فليسي ما كانش فاضل مرض ما جالهاش. ودي كانت نظرة المدعي العام برضو للقضية، ووجه للأم والأب تهمة القتل من الدرجة التانية لأنهم كانوا قصدين يقتلوها بتصرفاتهم، وحكم القتل من الدرجة التانية كان يعني السجن مؤبد، لأن القتل بسبب الإهمال عقوبته توصل 5 سنين والقتل غير العمد حكمه حبس 40 سنة، والدرجة التانية هي السجن مدى الحياة. فالمدعي العام طلب الحصول على الدرجة التانية لأنهم ما عملوش مع بنتهم اللي كان المفروض يتعمل، والغريب إن هم كان ردهم إنها هي اللي ما كانتش عايزة تتحرك وكانت بتطلب منهم يسيبوها فهم مظلومين. والأغرب إن أهلها خرجوا من السجن بكفالة 300,000 دولار. وفي الآخر المريض النفسي ليه مكانه، ولازم تعرفوا إن المستشفيات النفسية بتدعم كل الحالات دي بأنواعها، وحتى اللي معهوش فلوس في مصحات بتتكفل بالحالات دي، وما ينفعش نستنى على أي تصرف مش طبيعي في الناس اللي حوالينا، ومفيش حاجة اسمها هو كان عايز كده خصوصا لو مريض نفسي.